تاخدوا رول كيك من غير لف ودوران هتظبط. والان مع برنامج البرنامج مع باسم يوسف. اهلا بكم في برنامج البرنامج. بعد ما اسات بورسعيد جات الفرصه لمجلس الشعب اللي هو مجلس الثوره ان يعمل حاجه ما اتعملتش قبل كده. والان يتوقف البث الاعلان لهذه الجلسه. لا كنت هتحرمنا ازاي من القعده اللوز دي ازاي؟ الحمد لله الاعضاء ما وافقوش على منها البث. لا انا كان قصدي حاجه تانية. انا كان قصدي ان المجلس هيجيب حق الناس اللي ماتت في بورسعيد بعكس اللي حصل في حادثه العباره، كنيسه القديسين، موقعة الجمل، الثوره كلها، ماسبيرو، محمد محمود، الخ الخ الخ. كل الحاجات دي رست في الاخر على لجنه. اكيد مجلس الثوره هيتفاعل مع الموضوع ده هوت بطريقه مختلفه خالص. وهذه اللجنه تبدا عملها فورا، واذا استطاعت ان تسافر الى بورسعيد بعد هذه الجلسه فلتذهب. طب ما تتعبوش نفسكم، خدوا كوبي بيست من تقارير اللجان التانيه، اتهموا اللي انتوا عايزينه، طرف تالت له خفي، عناصر مجهوله، وخدوا التقارير دي كلها وحطوها في الدرج. مصر هي البلد الوحيدة اللي في العالم اللي الناس بتتقتل فيها قدام الكاميرات، وبرضو ما بنعرفش مين عمل كده، وبنعمل لجنة. طيب بما ان العملية خربانة، تعالوا نشوف رد فعل المجلس على اللي حصل. امريكا، اسرائيل، النظام السابق، اسألوا مطلوب من مصر تقع عليه، عشان اسرائيل، عشان مخطط برنارد لويس. 5 دول في مصر، دولة في سيناء، دولة للنوبة، دولة للمسيحيين، دولة للمسلمين، هو ده المطلوب بصراحة. صح، أيوة، إسرائيل وأمريكا هم دول اللي قللوا عدد العساكر، خلوا الأمن المركزي يفتح السكة، يقفلوا بوابات على الألتراس، يتفرجوا على مذبحة لمدة ساعتين، وهم اللي جابوا الجون الثالث في الشيف إكرامي. أمريكا وإسرائيل هم ورا كل حاجة في البلد دي، ما عدا طبعًا استمرار وجود أستاذ مصطفى بكري في المجلس. هي دي الحاجة الوحيدة الوطنية في البلد. بس بعيدا عن جو المؤامرات دهوت وان كل حاجه بنرميها على بره مع ان هي واضحه جوه، هل كان في اراء تانية؟ يا ريس لازم نفهم ان في مؤامره على البلد، لانها اعداء في الداخل والخارج يكرهون لنا ان نرتاد هذا القطار. هؤلاء الذين يريدون تقسيم هذا الوطن. هل يوجد طرف ثالث؟ كلنا مجمعين ان هناك طرف ثالث. من هو الطرف الثالث؟ هو مجلس الشعب بقى بيجي على الفرعين دلوقتي؟ لو انتوا فاكرين ان الدكتور توفيق خسر في الانتخابات، بالعكس، ابسولوتلي كلنا توفيق عكاشة. بس برضو ما تخليناش نتسرع، كلام المؤامرات والتمويلات ده كلام مرسل، اكيد مش هيوصلوا للخيال الخصب بتاع الدكتور. الولد بياخد 200 جنيه ووجبتين وبياخد شريط برشام ترامادول. هيت ات مين بقى اللي بياخد ترامادول في البلد دي؟ ده سؤال هنجاوبه بعدين. لكن المقلق ان التضخم الاقتصادي بقى مرعب، الخمسين جنيه والوجبة ما بقتش كفاية عشان تموت او تتصفى لك عين. انت دلوقتي محتاج 200 جنيه ووجبتين عشان تعمل كده. وعلى رأي الشاعر، أترى حين أفقع عينيك وديك 200 جنيه وترامادول، فهل ترى هي أشياء لا تشترى؟ للأمانة النايب ده اعتذر تاني يوم. أنا امبارح قلت إن بعض الثوار اتفهم خطأ، الثوار هم لحمنا ودمنا وهم السبب في مجيئنا إلى هنا، لكني أفصل ما بين المجرم وما بين الثوار. طبعا مش قصده هناك فرق شاسع بين الثائر والبلطجي، وده ما كانش رأيه لوحده. الشعب المصري يطلب من الثوار الحقيقيين ان يكون هناك فرق. لابد يا اخواني ان احنا نفرق شرعا بين الثائر وبين البلطجي. نحن في أزمة عدم التفريق بين البلطجي الذي يريد ان يخرب هذه البلاد ويؤثر على مؤسساتها وخاصة الداخلية. نحن نريد أن نعرف الفارق بين الثائر والبلطجي. أيوة،
الشباب الطاهر اللي نزل 25 مش هو الشباب المندس اللي نزل 28. ايه ده احنا في سنه كام؟ 2012. سوري. اللي عاوز يتظاهر ليه يروح من وزاره الداخليه؟ جموع كبيرة من الشعب المصري بتقول للي موجودين من الثوار عند وزارة الداخلية عودوا إلى التحرير. أيوة ارجعوا للتحرير، التحرير هو مكان الثوار الحقيقي. المتظاهرين الموجودين في التحرير دلوقتي هم نفس المتظاهرين بتوع 25 يناير اللي ما نعرفش ولا واحد فيهم. شلة بلطجية موجودة الآن يا ريس بتحاول تدمر البلد. طب أنا أروح فين دلوقتي يعني؟ طب الشاب مننا لما يحب يصور يروح فين دلوقتي؟ ها طب ايه دليل حضرتك يا ريس في بلاتوز فيديو بيذاع في كل التليفونات؟ حتى انت عم الشيخ نفس المقاطع اللي كانت بتطلع على التحقيق ايام 18 يوم، بس الناس بتنسى بتنسى لدرجة ان هم يسقفوا ويسندوا اللي افترى عليهم قبل كده. ولو سقطت وزارة الداخلية ستسقط مصر. ايوة اسقاط الداخلية في اسقاط لمصر، بس اقتحام امن الدوله، حرق المقرات، الاحتفال بمستندات متفبركه، وتغيير الاسم عادي. ما دام انتوا اللي كنتوا فيها يبقى الموضوع كان خير ان شاء الله. ان تصريح وزاره الخارجيه الامريكيه بانهم يريدون تغيير كيف يا جدعان؟ حتى على فكره الملف ده غالي قوي على الدور. عامل مباحث امن الدوله سابقا. مباحث الاخوه لاحقا. الله اكبر. الله اكبر. وده ياخدنا للمعركة الأهم في المجلس. لا مش بورسعيد، مش الناس اللي اتدبحت على الهواء مباشرة، لا كان في حاجة أهم من كده. تحدث في البوتاجاز يا أستاذ حسين. ما تخليك في البوتاجاز يا أستاذ حسين، ده احنا استوينا يا أستاذ حسين. الكلام ده كان في الجلسة المسائية، في حاجات تانية كانت محور الحديث في الجلسة الصباحية. لقد أخطرني الآن وزير الداخلية أنه لم يطلق خرطوش على المتظاهرين. ايه مفيش خرطوش، لازم نصدق وزارة الداخلية زي ما كان المفروض نصدقها لما قالوا الجماعة محظورة أو السلفيين إرهابيين مالهمش إلا المعتقلات أو إن الإخوان هم المسؤولين عن فتح السجون. الداخلية كانت بتكذب زمان بس دلوقتي مش ممكن أبدا يا فندم. وكنت أتوقع أن يكون هناك، استمع الآن، اجلس، لا احد يتحدث، لا احد يتحدث. السادة النواب قرب قرب قرب. خرطوش خرطوش خرطوش. بس ابو حامد ده يا جماعة ما يتاخدش على كلامه لانه ساب اللجنة ورجع يعمل شو اعلامي، وطبعا ده يتنافى مع مبادئ المجلس. المعارضة عمرها ما كانت بتعمل كده، عمرها ما خرجت عن نظام المجلس. هروب بدم نسيج يا مصر، هروب بدم نسيج يا مصر. النائب الذي رفع الحذاء يحال إلى لجنة القيم. عمرها ما حصلت. مش بس كده، الشو ده زاد عليه شوية أكشن كلكم شفتوه بس احنا شفناه بطريقتنا احنا. يا مستر عايز ياخد برايتي، يا مستر عايز ياخد برايتي. هدي نفسك خلاص، انا هديك برايتي، انا هكسر البرايه دي. مش بس كده، كان لازم نرد على الراجل ده هوت بما لا يخالف شرع الله. حضرتك خرجت فيها الاستاذ محمد ابو حامد وهو صاحب الخبر. القران الكريم يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اوعى تفهموا غلط وتفتكروا انه بيقول على محمد ابو حامد فاسق ولا حاجه، بصرف النظر الناس تانية سقفت كاننا بنكبس تلميذ في صف ابتدائي، حتى هو نفسه قال كده. هذا ليس اتهاما لاحد خالص، وانما لا ينبغي لمن اتى بالخبر ان يكون هو من يستوثق من الخبر. ايوه طبعا احنا ما نصدقش اي حد يجيب خرطوشه مش عارفين جايبها منين. ابو حامد اساسا عنده كوليكشن خراطيش في بيته. يبقى يا جماعه ما ينفعش نقول حاجه من غير ما نستوثق، مش ده برضو شرع الله؟ امريكا اللي بيحرضوا بالبرادعي واللي بيحرضوا لا لا البرادعي هو الذي يحرك هؤلاء. حد من النواب اللي بيطبقوا شرع الله يجيب سيره فاسق او توثيق او ادله؟ امريكا اللي بيحرضوا بالبرادعي
ولا بيعرضوهم لا لا هي سقفوا له بما لا يخالف شرع الله. بما ان فيها بدلة يبقى ملهاش لازم نستوثق، لان نظام مبارك كان بيكرر نفس الحقائق دي زي ما كان بيكرر ارهابيين ومحظورة. بس دلوقتي جه الوقت نصدق الكلام ده هوت على البدلة بس طبعا. وكمان استاذ مصطفى بكري لازم نصدقه من غير دليل، جايب الميكروفون من بيته وعمره ما بيقطع عليه الصوت، نائب محنك، ادلتك مش موجوده، ميكروفونك في ايدك وقسم. لعملاء الامريكان، لعملاء الامريكان، لعملاء الامريكان والصهاينه. مصر دي ام الدنيا، مصر دي ام الدنيا، ام الدنيا، ام الدنيا، ام الدنيا. ترقبوا ظهور استاذ مصطفى بكري في ساقيه الصاوي. هو جنب ابو كرسيين على فكره. على فكره استاذ مصطفى بكري ما كانش الموهبه الوحيده ذات الميكروفون في المجلس، دايما في اكتر. This is Sparta! اه هتفتكر واحد قال لي صوتك علينا. اجلس اجلس يا جماعه اجلس. مش هنخاف منك. المهم نرجع لموضوعنا الاساسي. لا مش مذبحة بورسعيد، الخرطوش. لم نستخدم إلا قنابل الغاز المسيلة للدموع. لم نطلق طلقة خرطوش واحدة. أقصى درجات ضبط النفس مع المتظاهرين، لا شدنا حد ولا سحلنا حد. إيه القوة اللي استخدمتها الشرطة إذا كان ما فيش ولا طلقة اتضرب؟ الأزمة دي الضباط لا يمكن أن تكون من قواتي أبدا، لأن إحنا ما عندناش الخرطوش خالص. قوات الأمن المركزي اللي موجودة ما عاش حتى عصاية. تاني نفس الصدق تاني يا ربي. طب لجنة تقصي الحقائق اللي اتعملت كان رأيها ايه؟ الشارع المذكور محمد محمود لم تجد اللجنة الزميل النائب محمد أبو حامد، فأكملت اللجنة عملها بدونه. والسم دي كبسة. بتسقفوا على ايه؟ كبسناه يا عمو، كبسناه عمو عمو. طب في خرطوش؟ لم تجد اللجنة أي دليل يثبت إطلاق خراطيش على المطالبين في حينه أثناء انعقاد الجلسة. ما فيش خرطوش أثناء انعقاد الجلسة. يبقى الداخلية صادقة وما فيش خرطوش أساساً، يعني هما بيضربوا خرطوش وقت الجلسة بس، مش كده؟ ها؟ ها؟ أفاد شهود عيان أن إطلاق الخراطيش كان ليلاً وحتى صلاة الفجر. يعني وقفوا عند صلاة الفجر بما لا يخالف شرع الله. يا سيدي كويس إن مفيش حد مات. هناك شهيد يدعى محمد أحمد قناوي أصيب بالأمس بخرطوش في صدره وتوفي أثناء نقله بسيارة الإسعاف. أنا معترض على كلمة شهيد، زي ما أنتوا عارفين في ناس هي اللي بتحدد الكلام ده هوت. وكمان إيه اللي وده هناك؟ أنهم استقبلوا عددا من المصابين بالخراطيش في الليلة السابقة، البعض منهم ما زال محجوزا للعلاج بمستشفى القصر العيني. حبة بلطجية يستاهلوا. ناظرت عدد 5 مصابين بقسم الرمد، مصاب بانفجار بالعين اليسرى، مصاب بانفجار بقرنية العين اليمنى، مصاب بانفجار بالعين اليسرى، مصابا بانفجار بصلابية العين اليسرى، انفجار بقرنية العين اليمنى، وانفجار بصلابة العين اليسرى. هو في كم جدع يا باشا في الوزارة؟ كل دول بلطجية عملاء مرتشين، لا تأخذكم رحمة بمن يفسد في الأرض. عمرو هشام سيد 18 سنة طالب، مصاب بخرطوش في منطقة الصدر. بس دول أكيد بلطجية، مع أن اللجنة شافت أن هم ناس طبيعية جدا مش بلطجية. يمكن اللجنة مش عارفة تفرق بينهم أو تفرزهم، وكمان دول شوية خرطوش شك الدبوس يعني. طلق ناري بالبطن، طلق ناري بالصدر، طلق ناري بالعين اليمنى والمخ، طلق ناري بالرأس، طلق ناري بالرأس، طلق ناري بالرأس. انتوا بتصطادوا بط؟ وكمان ايه اللي وداهم هناك؟ كان جديد علينا النهارده ان احنا بنسعف المسعفين. هناك تحذيرات دولية تقول لا يمكن ابدا الاعتداء على سيارات الاسعاف. اليوم شهدنا الاعتداء وضرب سيارات الاسعاف حتى يتم منعهم من نقل المتظاهرين المصابين. يا سيدي دول مسعفين، دول مش مشكلة تلاقيهم لابسين بلاطي بكباسين ولا حاجة. وبعدين المسعفين دول ايه اللي قدامهم هناك؟ وكمان انا بعترض على كلمة مسعفين. اهو كده وخلاص. والنهارده نقيب الاطباء اصيب بخرطوش في عينه. وهو نقيب الاطباء ايه اللي وداه هناك؟
ما يخليه في نقابته. قامت قوات من الشرطة بمداهمة العيادة، إحدى العيادات الموجودة أو نقط تمركز كما يسمونها في شارع الفلكي، لكن الشرطة بعد أن أخلوها أيضا ضربوا عليهم قنابل مسيلة للدموع. أيوة، أضرب غاز ما أضربش خشطوش، أنا ما تضربوش خشطوش. كمراسلا لقناة النيل للأخبار، وبعد منتصف الليل وأثناء تغطية الأحداث أصيب محمود بطلق خرطوش ليستقر في عينه اليمنى. إيه اللي وده هناك؟ لا ما عادش تنفع ديت. وده أخرة اللي بيحاول يجيب الأخبار اللي بجد. فين أيام العز لما كان ماسبيرو بيصور النيل؟ وكمان ما نبالغش كده، هي يعني السلطات هتضحك علينا؟ كنت معهم قبل قليل وكنت أتحدث مع القيادات الأمنية في وزارة الداخلية، والذين أكدوا لي أنه لا توجد أي طلقات خرطوش وأن ذلك أدعي، ولكنني أقول لك أنهم كاذبون كاذبون كاذبون. عزئت نواب الشعب بيقول عليهم صادقون 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 بما لا يخالف شرع الله. نواب الشعب بيطالبوا دلوقتي بالتفرقة بين الصوار والبلطجية اللي ما فيش حد منهم انضرب بخرطوش، وانضرب بيه دكاترة مهندسين شيوخ مسعفين وصحفيين، ناس غلابة ما لقوش أي حل تاني إلا أن هم يزعقوا قدام الوزارة وفي الآخر يموتوا عشان يحصلوا إخواتهم، بما لا يخالف شرع الله. شرع الله اللي يخليك تصور على كلمة أنت شايفها غير مناسبة للدين. ولكننا لو شكلنا حكومة من الملائكة لفشلت هذه الحكومة في ظل هذا المجلس العسكري. لو بدلنا أسبوعين أو ثلاثة عشان نشكل حكومة ستفسد. وأطلب من سيادتكم، أطلب من سيادتكم أولاً كلمة من الملائكة خلاص. لا بجد وجعتنا كلمة مجلس ملائكة، لكن السكوت عن اتهامات العمالة والكلام المرسل وتصنيف الناس على مزاجكم والإيحاء إن اللي عند الداخلية بلطجية من غير ما أنت تشوف بنفسك، كل ده لا يخالف شرع الله. شرع الله اللي كله دلوقتي بقى يزايد عليه سواء في قسم أو أدان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السيد النائب ممدوح إسماعيل خالف نظام الجلسة و الزنا وطلوا الحديث دون أن يأخذ رأي رئيس المجلس. هناك مسجد تؤذن فيه، هذه القاعة للحديث، لا تزايد، لست أكثر منا إسلاما ولست أكثر منا حرصا على الصلاة. دكتور كتاتني مش طايق الأدان، دكتور كتاتني أنت ضد الدين، ماذا رأيت من الله حتى تكره شريعته، أنت ضد تطبيق الكتاتني إخوان مسلمين. تعرفين لو كان واحد من طيار تاني كان زمانه تروق. صحيح، هو لو كان رئيس المجلس واحد تاني كان هيعمل ايه؟ لو دكتور فتح سرور كان موجود في هذه الجلسة مع خلاف الشريط معه. لا 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 اسمعني بس. انا اكمل. ما كانش عمل اي مشكلة وكان عمل حاجة واحدة بس، كان ممكن يسلط على امن الدولة بعد الجلسة وخلاص. يا راجل فتح سرور مين ده؟ ده لو كان رئيس المجلس كانت زمان حضرتك بتدن فطورة. اياميها كانت الاغلبية بتغلوش والاقلية مهضوم حقها، الكلام ده مش ممكن يحصل ابدا. مجلس الثوره غير مجلس زمان. اسكت ما تنطقش. انا كنت فاكر معارضه وطنيه، لكن ثبت في هذا الحدث المعارضه دي بتعمل بس لصالح أعداء مصر. اللي بتعمل لصالح أعداء مصر أنا بقولها. لا يؤاخذ النائب بما يبديه من آراء تحت هذه القبة. هل أنت نفسك تحلك القيم؟ أنت شتمت مصر، أنا سمعتك بنفسي، أنت تحلك القيم، أنت شتمت مصر في قناة خارجية. اكلم حضرتك يا هو، انا كلمتهم يا فندم، ممكن تسمعوني؟ طيب ما سياده الرئيس وجه حين. كلامك الي وجه طب كلامك. ما هم بيقطعوا لا يقاطع حضرتك يعني معلش المجلس جديد برضه، بس انتوا جداد وبتدافعوا عن الداخليه ضد الشعب اللي بيتقتل. امال لما تمسكوا الحكومه هتعملوا ايه؟ ارجو الا ناتي كل يوم ونقول لقد انتقدنا ولم تستمع الحكومه. ايوه انتقدت، والحكومة لا ترى رأيك ولها رأي مخالف، تلك هي الديمقراطية، أن تنتقد وللحكومة أن تتصرف. أيوة قول اللي أنت عايزه،
وأنا هتصرف، وإذا كان ده مش عاجبك أو سبب لك أي أضرار خد دي في بقك. بونبوني ماركت هولز أهديت إلي، ولكن أخصك بها نظرا لما سببته لك من أضرار. هولز بونبوني، يبقى كده عرفنا مين هو رئيس مصر القادم. إيه؟ إيه؟ ده احنا لسه يا ما هنشوف. نلتقي بعد الفاصل. بعد الفاصل. لعيبه النادي الاهلي رفضوا ان هم يخرجوا من الاوضه غير وجمهور النادي الاهلي معاهم في نفس العربيات في نفس الطياره.